السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إخوتي الأعزاء في قناتكم الصغيرة هذه، قناة الحقيقة الصادقة، ومع برنامجكم المعتاد مجربات من الطب البديل. نتحدث اليوم عن هذه السلسلة الجديدة مع الباحث في الأعشاب وخبير الطب البديل أبو الأمين فوائد الأعشاب. اليوم إن شاء الله معنا نوع جديد من الأعشاب، راح نتحدث عن مخالب الشيطان، راح نتحدث عن مخالب الشيطان أو عشبة عنكبوت الشجر. هذه العشبة إخواني الكرام، مخالب الشيطان، إن شاء الله راح نترك لكم صور إلها. هذه عشبة إفريقية الأصل، عرفت في أوروبا في أوائل القرن العشرين، يعود اسمها إلى شكل ثمرتها التي تكون مغطاة بكلاليب تشبه المخالب. تعلق الثمرة بشعر الحيوانات عند مرورها من فوقها، فتنقلها من مكانها إلى مكان آخر. بهذه الطريقة تنتشر النبتة، بذورها وأجزاؤها، وتتكاثر. الجزء المستخدم إخواني الكرام من هذه النبتة للأهداف العلاجية هي الجذور. جذور هذه النبتة نستخدمها لأنواع كثيرة جدا، منها داء مرض النقرس أو داء الملوك والتهاب المفاصل وضمور العضلات. أيضا نستخدمها لعلاج نقص الشهية وعسر الهضم. بدي أعطيكم بعض العلاجات اللي بنستخدم فيها هذه النبتة اللي هي مخالب الشيطان. أولا لعلاج مرض النقرس، طبعا هذه النبتة أنا بفضل إنك تأخذها كمكمل غذائي، يعني بتيجي بعلب 100 كبسولة من شركات مختصة في ذلك، هو الأفضل إن شاء الله، لأنه ما بتعرف اللي عند العطار هل هي فعلا هذه النبتة موجودة. مخالب الشيطان راح تلقاها عند العطارين. إذا لقيتها عند العطار إحنا بنطحنها، بناخذ الجذور هذه تكون ناشفة أصلا عند العطار. إحنا كيف طريقة استخدامنا؟ بناخذها بنطحنها، بندقها، بنعمها، بنطحنها، بتصير مثل البودرة. بناخذها كأس ماء مغلي، بنغليه وبنحط عليه ملعقة وبنخليه 10 دقائق بدون محليات بدون سكر، وبعدين بنصفيها وبنشربها. أو ممكن طريقة ثانية للسرعة، معلقة صغيرة أو نصف ملعقة صغيرة صباحا بتأخذها وبتشرب وراها شوية مي، وبتكررها مثلا بعد الغداء، بعد ما تأكل وجبة الغداء بتأخذ نصف ملعقة صغيرة وبتشربها، بتحطها سفوف وبتشرب وراها كاسة مي، وبالليل واحدة. بدك الحد الآمن للعلاج، بنستخدم نصف ملعقة صغيرة صباحا ونصف ملعقة صغيرة مساء، أو إنك بتشتريها ككبسولات جاهزة. أيضا تستخدم لعلاج التهاب المفاصل والروماتيزم وآلام المفاصل. أيضا تستخدم لعلاج أوجاع العضلات وألم العضلات الليفي، أوجاع أسفل الظهر والركبة، التهاب الأوتار. تستخدم أيضا لعلاج اضطرابات المعدة والأمعاء، تعالج بعض حالات الشقيقة إن شاء الله جربناها وفيها نتائج مبشرة إن شاء الله، اللي هو الصداع النصفي. مخالب الشيطان تستخدم لتسريع الولادة، ممتازة للنساء، يعني المرأة الحامل لا تأخذ منها في فترة الحمل، فقط قبل الولادة إذا حابة تأخذ نص ملعقة منها. تستخدم لعلاج بعض أنواع الحساسية، أمراض الكلى والمثانة، ممتازة جدا. تستخدم لخفض مستوى السكر في الدم، يعني اللي بيستخدموا إبر الأنسولين وما بنزل كثير عندهم السكر يستخدموا نص ملعقة يوميا فقط، نص ملعقة من مخالب الشيطان فقط. اللي خايف من مرضى السكري يستخدم دائما يقيس السكر عنده، يعني لا تستخدمها بالإضافة لعلاجات السكري، لأنه ممكن السكر ينزل عندك بصورة كبيرة جدا، فدائما بدك أنت تراقب حالك. طيب، يستخدم أيضا لعلاج ضمور العضلات
ذكرنا وصفات قديمة على القناة لعلاج ضمور العضلات، أيضا بنستخدم معها مخالب الشيطان، يستخدم لعلاج الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية في الدم، تصلب الهيكل العظمي أيضا يستخدم مخالب الشيطان، وأتوقع أنه في منها زيت مخالب الشيطان أتوقع، لكن مش في معظم الدول موجود عندي، لكن مش بمعظم الدول موجود هذا الزيت. لعلاج مرض السكر الصنف الثاني حكينا. الآن بعض التحذيرات لاستخدام هذه العشبة، بدنا نحذر على بعض الأمور. أولا، يجب الحذر عند تناول هذه العشبة من قبل مرضى الذين لديهم حصى في المرارة، اللي عندهم حصى في المرارة يا ريت ما يأخذوها. هذه تحذيرات، يجب الحذر عند تناولها من قبل المرضى الذين يعانون من قرحة المعدة والاثني عشر، أيضا دير بالك منها. يجب الحذر من قبل الأشخاص الذين يعانون من مرض القولون التقرحي ومرض كرون أو كراون، دير بالكم منها، هذه تحذيرات. يجب الحذر عند تناولها من قبل مرضى السكري، ووضحنا هذه بالنقطة قبل هيك، الذين يتناولون أدوية خافضة لسكر الدم، وذلك لأن عشبة مخالب الشيطان تقوم بخفض معدل السكر في الدم. الآن نأتي لموانع الاستخدام. احنا قلنا لكم أنه إن شاء الله بدنا نجيب لكم كل عشبة لإيش مفيدة وشو المحاذير والتحذيرات منها، بحيث أنه تكون واضحة للجميع إن شاء الله. يمنع استخدامها من قبل الحامل، ذكرنا هذه النقطة، من قبل المرضع أيضا، الحامل والمرضع دائما نقول تجنبوا إنكم تستخدموا أي نوع من الأعشاب. مرضى القلب، ديروا بالكم يا مرضى القلب من استخدام مثل هذه الأنواع. يمنع استخدامها من الأشخاص الذين يأخذون مميعات للدم، اللي بأخذ اللي عنده جلطة لا سمح الله وبأخذ مميع للدم مثل الوارفارين، وذلك لتفادي حدوث نزيف، لأن هذه الأدوية تزيد من ميوعة الدم. يعني أنت بتأخذ مميع وتأخذ كمان مخلب الشيطان، صار عندك تميع بزيادة في الدم، فهذه تؤدي إلى حدوث نزيف. يمنع استخدام هذه العشبة من الذين يعانون من أمراض أو مشاكل في ضغط الدم. يمنع استخدام هذه العشبة اللي عندهم جرثومة معدة، أو الذين يتناولون أدوية لتقليل حموضة المعدة، لأن هذه العشبة تزيد من حامضية المعدة، مما يؤدي إلى خفض فاعلية هذه الأدوية. أيضا في مجموعة من الأدوية اللي بيستخدمها ممنوع يستخدم هذه العشبة، رح أترك لكم إياها باللغة الإنجليزية هذه الأدوية في صندوق الوصف. أيضا عشبة مخالب الشيطان تقلل من سرعة تفكيك الأدوية اللي راح نذكر لكم إياها في صندوق الوصف، يا ريت ترجعوا لها. طيب، الأعراض الجانبية، يعتبر هذا المنتج أو هذه العشبة آمن للاستخدام، ولا توجد لها أي أعراض جانبية إذا أخذناها بالطريقة اللي أنا شرحت لكم إياها، باستثناء الحالات والتحذيرات اللي إحنا ذكرناها. فياريت نكون منتبهين، نكون عارفين شو بدنا نتناول، مش أي شيء بنلقاه على النت نروح نشتريه مباشرة. أنا ذكرت لكم شو المفيد منها، لمين بنستخدمها، ومين اللي ممنوع يستخدموها. أرجو أني أكون قد قدمت لكم معلومة تستفيدوا منها في هذا البرنامج، مجربات من الطب البديل وفوائد وأضرار الأعشاب. لا تنسى الاشتراك في القناة، تفعيل خاصية الجرس حتى يصلك كل جديد بإذن الله. هذا محبكم الباحث في الأعشاب وخبير الطب البديل أبو الأمين من المملكة الأردنية الهاشمية. دمتم بود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.